يا سلام، شوف الله عليك، انت في زينه. يا الله بصباح خير. سفرة وعقار جوتي وهددية يا ربي. استصبح لا اله الا الله، وانا مصبح من اصبحت وانا متزرزر سفرتي وعقاري. خير شو هناك؟ بلشة من الفجر؟ حد يصير يبو يبلش من الفجر؟ حشي ابوكم. من نشيت اليوم الصبح وهالغنية على بالي، غنية فيروز من صباح الله خير. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، الله يبوكم اللي حافظين هالغنية من يوم أنا ياهل، ما بطايع عن سحب غاوية دوم أسمعها. واليوم من 30 سنة 40 سنة ما سمعتها، واليوم من صباح الله خير من صلاة الفجر وهي مرة في ثنية كله يوم تغني فيروز. الطفل في المغارة ما تشي على الباجي بناكي، ويا سيد أندم فيها من صباح الله خير. كنت في خاطري بسمعكم شو ياس الصبح من صباح الله خير، شو ياس أسمع في ثنية الدندن أغنية هي والله. موزة سويدان المحيربي، موزة خميس، موزة خميس سويدان، لا موزة خميس بنضاعل سويدان خالبويا خالبو. شوفي يا مرحبا. سلام عليك. عليكم السلام ورحمة. كيف انت؟ الحمد لله بخير. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. سلمك يا رب. انا وين وشو هذا اللي عندك انت؟ متى سويتي هالدنيا كلها وانت حرمة هم عيال ما شاء الله؟ يعني متى تفيقتي حق هالدنيا كلها انت؟ من ثلاثة؟ ايه من 3 سنين فاتحين كرين، بس ما شاء الله كان قدام بيتي. ايه انا جيت لعداد شيشة البترول في محمد بن زايد. لا بعدين حولت محمد بن زايد. والله. هي كان قدام بيتي عبارة عن تراك. ايوه. تراك صغير. وبديته انا وعيالي. وما شاء الله وصلنا هني. الله يبارك فيك. امين يا رب اجمعين ان شاء الله. زين 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 زين، منتج جميل وانا مجرب لنا اكثر عن مرة. تستاهلين تستاهلين. ليوة دوى النفس الحزينة. الله أكبر. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. انزين الموز شو أخباركم فيكم؟ شو علومة؟ ما شاء الله من نجاح إلى نجاح. تستاهلين تستاهلين كل خير. وين يجف الفكرة؟ وين يجف الأمر كله؟ الفكرة وايد متعلقة بالقهوة، عشقي حق القهوة، وكنت أتذكر أنا ياهل وما يتسوي القهوة الصبح، فحشي خلانا نصير نتعلق بالقهوة، ريحة القهوة على الصبح. اي والله شيء شراتها ريحة القهوة. اللهم لك الحمد. الله يباريك العافية ان شاء الله يعني. ويرزقك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شو اسم الكوفي مالكم؟ كوفي كرين. كرين. هي كرين هو عبارة عن طير اورجامي، طير ياباني. هي هي. يقول لك يرمز للحب والسعادة. هذا زين. الله يباريك العافية. ياك ان شاء الله. موزة بنت خميس من ضاع المحيربي. انا جيت الكوفي مالك خاطف، ما اعرف ان لا مالك ولا مال غيرك اللي في محمد بن زايد شيشه البترول. انزين وطلبت، شفت سياير يطلبون لي ولتي وطلبت، كنت انا ويا منهل هاك اليوم وعيبني وطلعت على سفري حق البيت، قال ابوي احنا ندري بقبلك انت. ما شاء الله كلهم عندي. هي والله لذيذ اسمك لي ولتي، ضروري جربوا بيعيبكم عندهم في هي ديوة لي ولتي. من خلاص ليوة. هي من خلاص ليوة. ها ليوة لي ولتي دوى النفس العليلة. هو صدق انه دوى النفس العليلة بيوزلكم، واني جربته ما يازلكم رهان بيني وبينكم، ضروري عاد من عندها. هي حد مسوي لنا هذا المنتج غيرك؟ لا بس نحن بدينا ما شاء الله، يعني تعبنا المنتج 6 شهور عشان نطلع لي ولتي. الله يوالي العافية بنتي، سلمي على هلج ان شاء الله. امين. تسلمون يا مرحبا. 170 ألف متر مربع المساحة، ما يوازي أو تقريبا 24 ملعب كرة قدم، حجم محمية القرم اللي هي المانجرور الطبيعية اللي موجودة في جزيرة الجبيل في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. من عين الماء من أبوظبي بالنفس 15 إلى 20 دقيقة، من مطار أبوظبي 10 دقائق، من دبي ساعة
و25 دقيقة. طول الممر 2 كيلو و300 متر، يعني تقريبا كيلوين ونص، يزيد يقصر. يوم يستجي هذا الحديد اللي تشوفون كله يتلحف تسجي عليه الماي، ومن يستوي التبر تازم الماي قراح على ما تشوفون. توجد جميع الطيور فيها، مكان كل أنواع الطيور البحرية الموجودة في دولة الإمارات كلها بويتي هالمكان. هذا مرتع ومكان في منتهى الروعة، يوالمهن وهني إن مكان هجرة يتعنل له من آخر الدنيا. فالحكومة طالت أعمارهم مشكوري، قاموا بإنشاء هذه المحمية والحفاظ عليها بدون تغيير أي شيء من طبيعة هالمكان اللي جنن. أحب ندخلكم داخل هناك، بنسير في نص، لكن اليوم عاده تبارك الله ضبابة. أمس بعدين أولينها ضبابة، وباكر بعد يقولون ضبابة، وحين غاية عاد الحين بادي الماء يترش، الحين بادي تسقي الماء لين الساعة 8:30 9:30 فل الماء يتغدي ما شاء الله. لكن اليوم بشيركم الماء عباطة، تسير وترد تسير وترد، يعني ما بتغدي سجي مرة واحدة ولا تبر مرة واحدة، لا شي شرات لي ييتك عما تقول ما ييتك. فلذلك هالبحر يسمونها عباطة. هذه طالت عماركم مقاطع فيديو من سنتين أظني في المطار. مساكم الله بالخير، جيت الأخ العزيز الغاري خميس المحيربي بالصدفة، خميس من ضاع. مرحبا خميس. يا مرحبا. مش حالك؟ الله يحفظك. كيف أنت؟ الله يخليك. قبل شوية سمعت تعد القصة اللي فيها القصيدة. هذه قصيدة طبعا كنا مع الشيخ زايد في عرس في دبي. نعم. وعندما خلصنا العرس يعني ويالوا الشيوخ إلنا معاهم، يعني الرسيم فيها صدع صغير. صدع؟ نعم صدع. ولما ركبنا بالطيارة قال خميس تعال مني يمي بنت أحمد السويدي هنا. قالت سمعتنا شيدنا بالنشيد، قال خميس ياب السيب حليون ما نظفها قبل غازيبة، يلي رامس عند عربان، يلي عيون القذيلة يبان وطلجة وحيشان من يالو نشف العليل. والحين طالت عماركم بسمعكم الرد. زين يا الرد ولا؟ نعم يا الرد، من عندي ومن عند السويدي يا احمد. انا قلت ريم من القرنيس يفالي فايد البنزين يطرونه لهدف عين انها والدار يستمر والحيات مكرونه. قال الشيخ زايد انت وين شفت الريم؟ قام انت معايا 24 ساعه. زين هذا خميس بن ضاع المحيربي. زين هذه صوره خميس بن ضاع المحيربي مع المغفور بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأحمد خليفة السويدي أبو محمد الله يحفظه ويطول بعمره. وهاي بنتكم، هذه بنت خميس بن ضاعن، هذه موزة بنت خميس بن ضاعن المحيربي، هي راعيتها الكوفي. والله يبارك فيك يطرح فيك البركة. عدا ما كنت تدري بالنبوج أبدا، ما شابهتي، ما أخذتي من زين بوت نقطة. زين أو تبس قولي الحمد لله. اللهم لك الحمد. أجمل منيال وتحويل في العيالة، أجمل منيال وتحويل في العيالة أبوها خميس بن ضاع المحيربي الله يطول بعمره ويحفظه. وناهيك عاد عن الوايدين اللي ياله وتحويله وما شاء الله في العيالة، لكن هو وحياة عوض بعد المحيربي. عوض المحيربي ها هي عوض المحيربي بعد يمال الجنة، بعدها من اليويل اللي لن ينساهم التاريخ. ناهيك عاد عن الزعامات كلها تيول تبارك الرحمن ويولدتهم لا يعلى عليها. يا غير هاي من الناس اللي أنا أذكرهم دوم يعني ودوم في بالي، كل هالوادم تيول كلهم يوالدتهم من أخير ما يكون. يا غير هاي الاثنين أنا تم يوالدتهم في خاطري، ومن استويت وخلجت وأنا أشوفهم في كل محفل. أقول لك هاي شو اسمك؟ موز. متى يا احمد خليفة السويدي؟ يعني من كم شهر. ما اقول عنك حظك يا حظك يا حظك كان يا ابو محمد. يا الله يا رب انك تحفظه وتطول بعمره يا ربي. وتغفر ان شاء الله لما عيالي يا ربي. اكو حتى مطار شلش كاكاو ون منو كاكاو؟ حرس اسمه كاكاو بعد قلت يا ربي في خاطري اعرف منو عندوت قبضي رمسي منو كاكاو؟ اقول لك هذا منو بالله عليك؟ هذا سويدان المحيربي خالك يا خميس بن ضاعن. اي هذا شيخ المحاربة، هذا شيخ المحاربة. كم سنة حين متوفى؟
أنا لحقت عليه 20 سنة. هي أنا لاحج عليه 20 سنة. وهالرزيف اللي وراه كلهم قبيسات، كلهم لاحج عليهم. يا ربي يا ربي، إحنا بدينا صور أنا قبضي بالله عليك. ابتدينا شيء طبيعي في الدخول في الممشى اللي قلت لكم طوله ما يقارب 2 كيلو 300 متر. الماي حينه سجي، هذا حد هالماي خلاص حينه، اليوم ما بتزيد عن هالنمونه، ما بتزيد اكثر عن هالسجي، هذا حدها خلاص، لان اليوم الماي عباطه فبتبتدي ترد الماي خلاص. وهو عاده كل ما زادت الماي، على فكره اللي بيجي القرم منطقة القرم لازم يسأل ويتشيك في الودر مع الطقس متى تكون الماي سجي. في وقت تكون الماي سجي أجمل منظر وأحسن ظهرة أنك تظهر تمشي في منطقة الجبيل، لازم تكون الماي سجي. هذا لها جمالية، والجمالية الثانية حتى يوم الماي ثبر، يوم ماشي بحر يسدك تشوف الخضرة، لكن انت سمعت الخضرة والبحر يعني سبحان الله شيء بعد جميل. ما شيء اسمه مانغروف، ونحن باللهجة المحلية اسمه القرم. في الإمارات 3000 هكتار، 3000 هكتار نصيبها 75% من القرم اللي موجود في الدولة، من القرم اللي موجود في دولة الإمارات أبوظبي روح نصيبها 75% من كمية القرم المتواجدة في الدولة. تسير في الممشى بين مكان والثاني تحصل استراحات هالنمونة، استراحات تقدر توايد تشوف السماء، شوفوا قابطة كأنها إيه والله، والقبقوب اللي ما له حد. خمسة وثلاثين نوع من الأسماك والقشريات تعيش في المناطق اللي تتكاثر فيها أشجار القرم. القرم يظهر فقط في الأماكن الطحلة اللي فيها وحلة، يعني مثل ما تشوفون الأماكن اللي فيها وحل هو اللي يتيمع فيها القرم ويربى ويستوي ويعيش. والقرم ما شاء الله يعني إذا تباه يعيش ويغني يا ليل لازم يكون البقعة فيها رطوبة وفيها ملوحة. القرم ما يوالمه الملح حلو أبدا أبدا. موجود في استراليا نسبة كبيرة من القرم، آسيا واستراليا فيها نسبة كبيرة، آلاف الهكتارات أو مئات الآلاف من الهكتارات من القرم. يكون منسوب البحر وايد عالي، منسوب البحر يعني عالي يعني جيد البحر، منسوب ارتفاع يعني رقم كبير. فهذه اليابسة ما تشوفونها، فاليابسة ما تشوفونها اليوم، لأن مثل ما قلت ماي عباطة بين سجيها وثبرها يعني تسجي وتثبر تسجي وتثبر بدون موعد. فلذلك تلقط الظهرة في الممشى عادية، لكن تكون قمة في الجمال يوم تكون الماي سجي، يعني أعلى نسبة مد، ما بجزر، أعلى نسبة مد. يوم يكون جازها هالنمور تغذي الدنيا. بداية الشهر وفي نصه يكون منسوب البحر وايد مرتفع في البداية وفي النص، أما مثل الوقت اللي نحن فيه ما يكون منسوب البحر مرتفع. فلذلك على ما تشوفون مكان شيء بحر ومكان ما شيء. ها شوفوا على ما تشوفون، وهل تشوفون هذا العيدان اللي تشوفها كلهن شير قرن جديد، بذر طايح من الأمهات. وسبحان الله
رب العالمين يجعل فيه انه ينتشي ويعيش ويربى ويتكاثر. الاول الناس كلها عايشه، الاول يطعمون حلالها، انا لحقت يعني عليهم، يطعمون حلالهم من ادباشهم والانعام اللي عندهم في البيوت، يطعمون يطعمونهم قرم، يطعمونهم قرم. فلذلك تلقط ساعات يوم تلقط الحليب المطيه فيه شويه ملوحه، قال ايه طاعمينهم قرم، مطعومات قرم، لازم لبنهم فيه شويه ملوحه، فيأثر حتى في اللبن. اول البزيه، البزيه واللي رابي رباحه يطعمون مطيته جت، ويبولها عاد من اطراف البلاد والبقع اللي فيها جت، ويعني يعني الناس الراهيه يطعمون حلالهم شويه جت يعني، ومسيبله وحريه ومن هالاشياء. لكن الناس اللي ما عندها يحشون ابوي، يكسرون ابوي من هالقرم ويطعمون حلالهم، والحطب هالي يتم يتقرضن، تراهن يسموه يتملحن، يتملح به يتقرضن منه، ولا يتم ترى استعمله وجيد حق خبز ولا حق طباخ ولا حق نفاخ. الحمد لله ناس عاشت. منطقة القرم طالت عمرك مناطق تكاثر وبيض الأسماك، وتبي مكان هادي، مكان البحر اللي يكون هادي عما تشوفون مثل مستنقع، هذا مكان تنمو فيه أشجار القرم، لأن أشجار القرم حساس بالنسبة للأماكن اللي فيه موج عاتي وماي قوي وطوفان ومكان هويات، ما تعيش شجرة القرم. شجرة القرم حساسة، حساسة ما تقهر الهواء ولا تقهر الطهف ولا تقهر الموي العالي. فلذلك سبحان الله، الله منعم على بلادنا بكثافة أشجار القرم. أشجار القرم مستوية كأنها هي مثل مصادر رياح عن السونامي وعن الطهفات والهويات، والله منجيها البلاد. فتي الضربة فيه ويتكسر فقير، لكن هل الدار الله حامنهم بفضله أولا، ومن ثم من قوة مصادات الرياح اللي هي أشجار القرم. كل منكم والجميع يعرف أن الشجرة بالأخص القرم تتغذى على الكربون اللي موجود في الجو، في الجو الشجرة تتغذى على الكربون. هذا اللي تشوفونه أنتم العديد من هذا، شوف هذه شحينة، هذه هاي شجرة قرم، هاي شجرة بذرة واستوت الشجرة. لكن هذا تشوفونه المركز، هذا عبارة عن شو؟ شجرة القرم البذرة من تصير تحت عروقها تصير متر تحت الأرض، وتتحد مع خواتها كلهن، يسوون قوة 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 مثل جنود صف، مثل اصطفوا الجنود وتقابضوا باليدين والريول. العروق هاي اللي تشوفونهن من عقب ما تصير متر تظهر فوق، هاي اللي تشوفونهن هاي كلهن العروق، عروق للشير، فيصير فوق لجل شو؟ يمتص الكربون وتتغذى شيرة القرم عليه. هاي تشوفونها، هذه تشوفونهن كلهن قنوات تنفس، سبحان الله. من الساعة 8 الصبح لين الساعة 6 المغرب، آخر دخول الممشى هذا الساعة 6 المغرب، توجد في جميع الممرات لوائح أو هاي النياشين، لوحات أو الاتجاهات المسارات، وكل شيء واضح، ما في شيء غامض أو أن الواحد ما يبى ما بيستانس. المكان يستاهل العنوة، أبوظبي جميلة، إمارتنا غناء، كل شيء فيها فنان وكل شيء فيها زين، وكل نظيف وكل فنان وكل غاوي. أنت في دولة الإمارات، أنت في عاصمة الخير، أنت في أبوظبي المحبة، أبوظبي الكرم، أبوظبي الزين، أبوظبي اليود. فلذلك كل شيء فيها قو قو، تعرفون يوم يقولك قو ريج معناه ظهر أبوظبي، إن يا آدمي، إن يا شجرة، إن يا سيارة، إن يا بنيان، إن يا أصل فصل، كله قوريج. ها وين؟ جاي يعني من العاصمة أبوي، ما يتحاكى قوريج هذا. ها شوف الحين هذا من أجمل الأوقات إن الواحد يظهر، يشل حرمته، يشل خواته، يشل خالاته، يشل أمهاته، يشل عماته، يتمشى. مب لازم مول، مب على كل حال، بس مول 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 مول. إنان هو المول، هو عبادة، الكوفي عبادة، للمطاعم عبادة، لازم يظهر. يميع البنيقات بالصبح جايات يربعن، ويميع الشباب حمار، وتصور كل حد يربع ويتمشون، يغيرون جو، حريم بعيالهم، بريال ويا حرمته، حتى منهم مال شهر العسل جايين، اللي ظاهر معرسين من دبي ولا من الشارجة جايين بوظبي، متقاود هو حرمته والله، ويا يتمشون مساكين يفرون عن خطرهم، مش غلط
جميل المكان يستاهل ويرزق ويستاهل انك تي وتعني. المكان جميل، منو يحصل له النمونه؟ منو يحصل له النمونه؟ ها امشيك البيو تاور، هذا البيو تاور مبنى خشبي جميل، تقدر تطلع فوق وتقدر تصور او تشوف جميع الاتجاهات وجميع المسارات من فوق هالتاور، تشوف كل الاماكن. الحين بنركب فوق بنصور لكم شيء بسيط، ما ادري العالم كلهم صورت لنا، لكن شو اسوي عاد انا توي ما جديده. لا تقولوا لي المنظر ما بجميل، جميل وخلاب ويسوى نوم العين. ما زينك يا ابو ظبي، ما زينك، ما زينك، ما زينك يا عاصمه الحبيبه، ما زينك يا هالبلاد الفنان اللي عليك رضوان من الله. يا الله يا رب انك تحفظها، تطرح البركه في كل من سكن فيها، كل من مر في طريقها، وكل من حتى خطف في اجواءها، انك تحفظها وتطرح البركه فيه. طلعت عماركم، هذا تشوفونه برج، برجين ثلاثه اربعه، هاي الاثنين يوميا يمتزرن زين، هذا الثالث مره في الشهر، وهذا ديتشو العود منهن، هذا مره من حول لنحول، من حول لنحول، هذا يمتزر من حول لنحول، هذاكي كل شهر، هاي لاكي كل يوم، هذا منسوب البحر. فهمي ولا انا فهمي؟ الفضل يرجع لله اولا سبحانه وتعالى في الحفاظ على هذه البيئه الجميله، هاي البيئه الجميله اللي تغني عليه. الفضل اول يرجع لله سبحانه وتعالى، وثانيا المغفور له. حياه الشيخ زايد، حياه الشيخ زايد في السبعينات امر مجموعه من المواطنين. احب احط لكم مقطع يشرح لكم منو المجموعة وبقيادة منو اللي أمرهم حياة الشيخ زايد، وقاموا بنشر هذا الوعي من الخضرة الموجودة في البحر اللي هو القرن. يا مال الجنة الباردة يا أبو خليفة. أحمد بن عبد الله بن مرشد الرميثي، مولود في بوابي في الظهر، قمت بزراعة القرم في كل مكان. هذا أول ما بي في قصر البحر، هذا القرم تشوفه اللي عند قصر البحر، هذا نحن زارعين أنا وأخوي الله في الله حياة أخوي مرشد، عندنا عمال ونزرع، ولين الآن بعدنا نزرع. زرعت بذر طال عمرك، تقبض البذر تلقط بذر وتزرعه في الأرض، تحط بين الوحدة والوحدة تقريبا 40 سنتي 50 سنتي 100 سنتي ويقوم الحمد لله روحه، لا تسجي ولا تسمده. في البحر يوم تحصل الماي تي بس نزرع، زرعنا مني لين اخر الحدود، زرعنا في القفاي، زرعنا في الياسات، زرعنا في غارة، زرعنا في الحدود طرف الحدود، زرعنا دوحة طلاب، زرعنا في الفزعية، زرعنا في الياسات، في الصير، في الظنة، في زيرة التميرية، في زيرة خصيفة، في قرين العيش، في المغيرة، في هذا كل اللي قايمين به احنا الزراعة من 72 لين الآن بعدها من احنا نزرع. الحمد لله هذا كله من فضل الله، وفضل الله ياجر لنا الشيخ زايد هو اللي مرنا وقمنا بهذا الشيء، والله عاننا عليه واستوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير. غيرنا اللبسة وتقبلنا وتروحنا ودخلنا ودزينا بالحيل كله، الحين طالع ماركب شيء وجهه ان شاء الله في الطريق، والحين ساري بخبركم وين نحن وجهتنا الحاليه. اما هذا فهذا المنظر الخارجي للفلل اللي تبع روتانا، الفلل عباره عن غرفه وصاله، حوض هاي غنياليل، منظر جميل ابو ظبي. يوم بتصور هالنمون عرف انك انت في وين، في ابو ظبي، هذه ابو ظبي، ابو ظبي الاوليه كانت وما زالت منطقة معينة في جنتي أهل الدار محافظة على شغلها الأولي وصنعها الأولي
الأولي الأولي اللي من الله خلقنا خلقة الله على الطبيعة الأولية. سبحانك يا رب لا إله إلا الله. شوف المنظر ما زينه. دلتنا فالدلة طالت عمركم في السيارة، سرحنا الصبح عشان خلينا في السيارة وما ردينا بها يا جدة السكن. الحين عبر نركب السيارة بنسير في الطريق بنتفنيد ونحن سايرين، قلت في خاطري أقاب أخبركم عن الطريق اللي نحب نقبل الحين. نحب نسير درب هنونا سير وانت ساير وانت ساير وانت ساير زين بعد ما ظهر جي وانت ساير وانت ساير وانت سيد 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 لين توصل آخر الدنيا منك أو ترد بعدين على مثل أثرك ها 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 لين توصل. شفتوا الهست كله يحافظ. والله يا ابوكم اني اسوي سوالف معلوم انك اليوم لك ايش اسوي عاده يعيبني اضحك يعيبني اسوي مغيوه ربعي وصدقاني وناسي يعني انا شي طبيعتي وهذا نوع مزحي ايش اسوي يعني ايش اسوي اسوي شيء غير عن اللي انا عارفه هذا طبيعتي وهذا من الله خلقني هنمون ضحكي يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. انا خالد احمد عبد الله الخالدي، وصلت لوجهتي الثانيه في اجمل شتاء في العالم. في وين عاد حاليا انا طالت عماركم في قصر الوطن. قصر الوطن الوحيد في الشرق الاوسط اللي ابوابه مفتوحه بدون اشتراطات بدون قيود بدون اي مانع، اتي وتتفضل بتشوف شيء ما قد شفته بحياتك. هذا هو المدخل، الاجراءات بسيطه، اول ما تي بتوقف بيطالعون بصمة الوجه، بتدخل عند المعقم هذا وانت ساير بتخاف سلام سلام، بتسير الطرف هذاك بيكون الجماعة في استقبالك. إجراءات سلسة وبسيطة، من تجبل عقيت ساعك وعقيت تليفونك وقبضت الدرب هذا سيرت والباس هناك يترياك. بإمكانك أتي وتأخذ تور روحك في قصر الوطن، وبإمكانك يعطونك قايد دليل يخبرك عن كل المقتنيات. المنظر الخارجي يعطيك ان هذا قصر الوطن، قصر الوطن، لكن هو مجموعة قصور في قصر. اكبرهن الرئيسي هو هذا اللي هذا هو قصر الوطن اللي الناس تتكلم عنه واللي اليوم نحن بنزوره ونقدم لكم شرح وافي ان شاء الله عنه. بين القيادة ورؤساء دول العالم في هذا المكان تقام الاجتماعات الرسمية. في هذا المكان تجتمع كل القيادات العالمية، وأول ما توصل هالمكان ويتم استقبالهم بالحفاوة والكرامة والتقدير. هذا المكان طالت عماركم اللي تشوفونه متاح للعالم كلها، كل العالم ترومتي هالمكان، ما حد دون عن الثاني بدون استثناء. أيا كنت من وين، أي زائر أي ضيف أي إنسان، عادة من المتعارف عليه نحن يوم حد يزورنا في بيوتنا ولا صاحب ولا صديق ولا ضيفي نجرب ببيت الأخو ولا بيت الخال ولا بيت العم ولا بيت الصاحب ولا بيت الصديق، أو تستوي له دائرة وكل منا يعزم الضيف هذا يوم غدا عند هذا يوم عشاء عند هذا. لكن اللي أهم عن هذا كله قبل ما تكرمه في بيتك سر وأروه قصر الوطن، جربه في قصر الكل، قصر الناس تتمنى شوفه كم خد من وقت إنجازه وكم المحتويات فيه وكم المقتنيات فيه. هذا كله منتي بتشوف وبتروي ضيفك، هذا ناموس لك والضيفانك اللي بيون. أول القبب اللي تلاقيك في المدخل الرئيسي وهذه البوابة، بوابة قصر الوطن. كل ضيوف الدولة اللي يون هذا مسارهم، هذا المدخل الرئيسي اللي أول ما يدخل أي ضيف من ضيوف دولتنا. هذا الباب دخلنا منه، أول ما تدخل بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أكيد يعجز اللسان عن وصف هذا المكان اللي أنا فيه. يتم اصطحاب الضيوف من هذه البوابة وتمشي لين توصل إلى القاعة الكبرى اللي هي هذه، فيتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمية لضيوف الدولة في كنتيا قصر الوطن في هذا المكان اللي ما شاء الله تبارك الرحمن. تم
تمشي هذا الدرب كله كامل وانت ماشي وانت ماشي وانت ماشي وانت ماشي وانت ماشي, وانت ماشي. يوم بتوصل عند النجمة هذه وقفت معاليها هالنجمة, وقفت معاليها. انت حاليا في حجر الأساس, أول ما أنشئ في هذا القصر هذه النجمة, ومن ثم تم التزيين والبناء كامل هذا الصرح العظيم. يوم بصد فوق راسك, ولأن الارتفاع 60 متر بينك وبين هذه النجمة اللي أنا حينه واجف عليها. القطر كم؟ 37 متر قطر. هذه القبة 37, مما يخليها وحدة من أكبر أو من ضمن أكبر قباب القصور اللي في العالم. عطلت عماركم مرشد القصر الأخ أو الإبن محمد. وجاسم سلام عليك. عليك السلام, نورتنا أبو محمد. كيف حالك؟ الله يسلم. الحمد لله, الله يسلم. وين بتودينا؟ نحن حاليا في القاعة الكبرى. نعم. نفس ما أنت تفضلت شرحت, هذه هي القبة الأكبر نحن نوقف تحتها حاليا. نعم. طبعا نحن عندنا جناحين في القصر. نعم. الجناح الدبلوماسي والجناح المعرفي. نعم. بنبدأ إن شاء الله جولتنا في الجناح المعرفي. اللي هو هذا. اللي هو هذا. كم جناح يوجد في القصر بجاسم؟ حاليا جناحين. وكل جناح ينقسم لعدة قاعات أو عدة غرف. مثل. يعني نحن حاليا رايحين إن شاء الله معرض الهدايا الرئاسية. نعم. وبعدين إن شاء الله بنزور قاعة روح التعاون اللي هي قاعة المؤتمرات اللي موجودة في القصر. نعم. بعدين على يميننا إن شاء الله في قاعة المائدة الرئاسية. إن شاء الله. الهدايا الرئاسية وهذا المدخل. بسم الله. قاعات عديدة وكثيرة في قصر الوطن, فبين فترة والثانية يتم استغلال كل قاعات ساعات وساعات نصهن وساعات ثلثين وساعات الأغلب من القاعات. فالحين اللي تشوفونها هذه القاعة تم استغلالها لعرض الهدايا الرئاسية وعرضها قدام الجمهور, بدال ما تتم الهدايا حد شافها وحد ما شافها. فكل الهدايا اللي انهدت لدولة الإمارات كلها موجودة والناس تقدر تشوفها ليل أو نهار في وقت العمل الرسمي اللي هو الناس تقدر أتي. يعني حاليا ما في شيء اسمه اقتصر على الطائفة الفلانية أو المكان الفلاني أو الشخصية الفلانية. الهدايا كلها موجودة للوطن في قصر الوطن للمواطنين والزائرين والمقيمين. ومرحبا بكم ألف. هدايا كثيرة وعديدة, لو بتم أشرح أنا وغيري يومين ثلاثة ما بتقدر تشرح أو تعطي كل قطعة حقها, لأنها قطع نادرة وفريدة. كيف نادرة وفريدة؟ أكيد بتكون نادرة وفريدة لأنها أهديت لوطن لدولة الإمارات. تفضل أبو جاسم. أبو محمد, هنا عندنا الهدايا القسم الإسلامي. طبعا هذه نفس ما هو معروف جزء من كسوة الكعبة. كسوة الكعبة نفس ما هو معروف ايضا انه اكبر من هذا الحجم, يتم تقسيمها وبعض المرات يتم اهدائها لدول مختلفه. لكن في هديه مميزه عندنا هنا. نعم. الكيس الاخضر هذا. نعم. هو كيس يحفظ فيه مفتاح الكعبه. هذا قطعه واحده تصنع سنويا. عشان تكون عندك فرصه انها تهدى لك انت محتاج سنوات عديده عشان انها توصل لك. فهذه تعتبر هديه نادره وثمينه جدا لأنها غير متوفرة فعليا في ومميزة مميزة من المملكة العربية السعودية. الله يطول بعمارهم إن شاء الله واللي يخلينا منهم. آمين. من الأوسمة والعملات النادرة اللي أهديت لحكومة دولة الإمارات وتم حاليا عرضها في قصر الوطن. هدايا عديدة ولا تروم تعرضهن في مليون قصر مليون متحف. كثيرة الهدايا, فيكون موجود سامبل قطعة واحدة مثلا. هاي اللي تشوفونها من أوزباكستان, وهذه من كازاخستان, وهذه من اليابان. هاي يكون عندك الحين يوم بتصير عند حد ولا شيء أعطاك هدية رمزية تقديرا منه, شعارهم يتفاخر به. فالفخر هذا اللي البلد هذه تفتخر فيه أعطاك أنت يا رئيس الدولة أو ولده أو أبوه أو أي ضيف. فأغلى ما لديهم شعارهم اللي يفتخروا به. ما بأغلى ما لديهم من ناحية مادية, لا, من ناحية هم يكنون له كل احترام وتقدير. فيكون عندهم هذا الشيء ما له ثمن, لا يقدر بثمن. فتهدى اللي تشوفونه من الأشياء هاي حق
الزعماء ورؤساء الدول والحكام، فكل شخص من هالحكام يود هالأشياء ويعرضونها خلاف مع الطوائل، يعني كل إنسان على حسب المكان اللي قرر وين تعرض الهدايا اللي تخص بلاده. شو بقولكم يعني تتمشى بين أعمدة هذا القصر، يعني هذا روحه تحس كأنك جالس تحلم، تقول أنا في وين، أنا في أي مكان، وين هذا حلم علم، أنا يترى والي، ما تعرف هل أن هذا حقيقة أم خيال. ما في مكان أعتقد تقدر تشرح عنه ولا تتكلم عنه كثر هذا، لو بتجلس 100 يوم ما بتروم توفي هالمكان قدرة من منظر الجمالي اللي أنا أشوفه. إنزين، من أهم القاعات الموجودة في قصر الوطن القاعة هذه اللي أنا حينه أكلمكم منها. هذه القاعة طالت أعماركم، تعقد فيها اجتماعات القمم، قمة المجلس التعاون الخليجي، قمة جامعة الدول العربية، قمة التعاون الإسلامي، كلهن يعقدن في هالمكان. هذا المكان، هذه القاعة دائري، شو السبب؟ للمساواة بين جميع اللي موجودين، يعني ما في حد أخير عن الثاني أو مكان تختلف، فلذلك المكان دائري فما في حد متجدم عن الثاني، وين ما توقف الشخص اللي على اليمين نفس منظورة للي على اليسار، واللي قدام هو نفسه، يعني ما في حد يتقدم في اللي بيجبل عليه بيشوفه متجدم عن الثاني من الرؤساء واللي موجودين. الوزن طالت عماركم 12 طن، ثريا وزنها 12 طن، 350,000 قطعة كريستال في هذه العجبة اللي هي من عجائب الدنيا السبع الأكبر في هذا القصر، قصر الوطن، ووحدة من الأكبر حول العالم. هذا كله موجود طالت عماركم في قصر الوطن، هذا كله يوجد في قصر الوطن، متاح للجميع، للجمهور السائر والياي من أي بلد، من أي مكان، ضيوف البلاد. أنتوا تظهرون من بيوتكم، ترمون، تجلسون أكثر عن ساعة أو ساعتين، ما بعدكم ما بتقدرون تقصون طوله من عرضه، قصر من أجمل القصور اللي على مستوى العالم كان وما زال مفتوحة بيبانه ويرحبون بالزوار. قاعات الدائرية في الكون كله، أي قاعة دائرية وفيها قبة دائرية عود وبهالحجم وبهالعلو، عادة أي حد بيرمس يستوي صدى، ليه بترمس عدال اللي عدالك مرة ما بيسمعك. فهذه الثرية النوع الكريستال فيها وحجمها يمتص الصدى هذا، فترون ترمس بدون صدى، فلذلك يظهر الصوت صافي رقم واحد. فنان الإماراتي مطر باللاحج، هذا العمل الفني الرائع للفنان الإماراتي مطر باللاحج، يشكل هذا العمل الفني إحدى المقولات المأثورة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان النهيان، وهي الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليست ثروة المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب. شو فائدة المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب؟ هذه من أقوال حياة الشيخ زايد. فلذلك مطر باللاحج سوى هالعمل الفني اللي يكاد يكون أجمل عن الجمال. جزاه الله خير، والله يغفر للشيخ زايد والشيخ راشد، يحفظ إن شاء الله ذريتهم وذريتهم يا رب العالمين. مكان في منتهى الروعة، أنصح الجميع أنه يحرص الحضور في هذا المكان. إحدى قاعات الاجتماعات تكون بين البلد المضيف والبلد المستضعف، الإمارات في طرف والطرف الثاني الضيف، وكل حد ويا وزراء والمسؤولين وياه. شو مقترحك للناس؟ طبعا انا ادعي الجميع انه يزور الصرح المعماري والحضاري قصر الوطن في ابو ظبي، في العاصمه ابو ظبي. طبعا نحن حاليا في الجناح المعرفي، هنا عندنا طاقه الكلام تعكس مقوله الشيخ زايد الله يرحمه، بيت المعرفه،
يركز على التاريخ والحضارة العربية والإسلامية، ونفس الوقت في الخلف هناك مكتبة قصر الوطن اللي هي تابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي. شكرا جزيلا على حسن الاستضافة، بارك الله فيك. شكرا. زيارة هذا القصر، قصر الوطن، غير مقتصرة على الشباب أو الشابات أو الصغار أو الكبار، كل حد يرومي، اللي ويلتشير، اللي بدون ويلتشير، اللي يمشي، الأسانسيرات موجودة، الكراسي المتحركة موجودة، كل سبل الراحة كلها موجودة. يعني محد لعلته يقول أنا ما في أسير أو وين في، ما في، منو بيوديني، منو بيجيبني، كل شيء موجود. عن العيازة فقط اللهم يجب على الشخص أنه يتوكل على الله ويعزم ويظهر ويشوف اللي يشوفون الناس فقط في التلفزيونات. هاي قصور رئاسية، قصور وطن كامل، هاي لكم أنتوا، أنشئت ووجدت وفتحت بيبانها وموجودين الموظفين لخدمتكم، لخدمتكم. شيء اتصال، شيء حسابات على جميع التواصل الاجتماعي عندهم، تقدرون التواصل الاجتماعي ترمون تتصلون، ترمون تحجزون، ترمون تون، ترمون تدربتون، يعني أوقات الدوام كل شيء موجود. الحين طالت أعماركم، نحن نختم زيارتنا لهذا الصرح العظيم، وبنوافيكم في الزيارات القادمة وين بتكون، اللي هو اليوم، اليوم لين نص الليل كله وياكم مرة اللي تبون، ما بخلي بكم بقعة. شيء زين في الدنيا شراد زين بوظبي، شيء زين في الدنيا شراد زين بوظبي، لا استوى ولا ظني بيستوي في الدنيا العودة، ما هناك زين، ما هناك زين، ما هناك زين يفوق على زينك. يا عاصمة الزينين، يا عاصمة الطيبين، يا عاصمة ليوال، يا عاصمة الفلاحين. نعم أنا أشهد أن لا استوى شراتك ولا بيستوي ولا كذا استوى ولا بيستوي بعد. أي والله يا معيت، يا معيت، وامطرت يا حلتن بضبي. هذا الأول أخير خندق فيه شنتية العاصمة، من أخير وأجمل فنادق العاصمة، لكن سبحان الله حاليا زين الحمد لله، أكيد أنه زين، نفس الشيء الهلتن هلتن، لكن نشن غيره آلاف الفنادق، آلاف الفنادق. سبحانك يا رب. وهذا المكان اللي نحن بنتغدى فيه، هذا المكان ما قديته، هاي أول مرة هي هالمكان، ما أدري هذا شو أخبرك خلاص. توني صورت مساء مثار مبهو، هذاك مدخل غير اللي من ناكي هاي شرات الشراع قدام، هذا الهلتن، هذا المكان اللي نحن جاي فيه، ويست باي اسمه. والله يا ابو يوم دخلت اقول في خاطري اول مره اشوف انا هالمكان، ولا كنت خطفت ولا كديت اتخطر في شرق غرب يا غير داخل ما كديت. هلو، ار يو شور وي ار ان ابو دبي؟ وير وير اي ام ناو؟ ويتش بارادايس؟ الله اكبر عليك انت بعد. سلام عليكم، تعال 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 عندي. سلام عليك، كيف حالك؟ كيف انت؟ شو اسمك؟ سعد الله. سعد الله، طاح في القله. ان شاء الله عليك. غديتوني؟ زين غداها؟ زين وايد ولا شويه؟ شويه. ضرب الله تعدوك، مش عقدني يعني ارد؟ هذا كل ما دخل عقب دخل، ترى هذا ابوي، هذا كل اللي تشوفونه جم. زين؟ هلو، ويلكم تو ذا كوف. ويلكم تو ذا كوف. ثانك يو، السلام عليكم. منو هالرياض؟ رودريجو مدير المطعم. مرحبا مستر رودريجو. Nice to meet you. What kind of restaurant this one? We have a Mediterranean restaurant. Yeah. Mediterranean restaurant. We have a mix of seafood food. Mediterranean. 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 هو زي ميكس. عندنا من جميع. زين زين. شكرا. Thank you. أهلا بكم في البحر الأبيض المتوسط. الله يا سلام يا سلام. أنا شايف المتوسط، ما شفتش الأحمر. الأبيض المتوسط. الله يخليك. سلطتكم سلطه، شو هاي؟ سلطه موتسي بي سلطه فروم جورجيا، من جورجيا. والمطعم شو اسمه؟ ديكو، ويست بي ديكو. ويست بي ديكو، هذا ويست بي ديكو. تو ديكو، هذا ابوي الواجهه البحريه، ها هذا ابوي من مكملات السياحه في ابو ظبي، هالمطاعم وهالاماكن الراقي اللي ارويكم اياها، اشياء تجنن، هو مخطف طريج وفي القرب ومره. هذا هذا الهلتن وهذا قدامه، شو اسم المطعم قلت لي؟ ذكو. ها؟ ذكو. منو؟ ذكو. ذكو.
بكوب؟ وانت شو اسمك؟ علاء الدين. الله، اسمه علاء الدين والمطعم اسمه ذكوب مشاهد الهيلتون. مطعم شو جنس المطعم هذا؟ ميديتيريان، بحر الابيض المتوسط. الله، شكرا. يبين عليه المطعم وايد فنان وزين، من ضمن تغطياتنا لاجمل شتاء في العالم، من ضمن التغطيات. نحن كل مكان نسير نغطيه نخبركم شو اللي قربه من المطاعم، قربه من المطاعم. هذا حين اقرب مطعم لقصر الوطن، اقرب مطعم لقصر الوطن هو هذا ذا كو. شو اسمه؟ ذا كو. يا رب ويلكم تو ذا كو. بعد هي هذا ابوي ذا كو، ويلكم تو ذا كو. هذا مره عند كاسر الامواج، من يجي كاسر الامواج اول مطعم هو هذا، مره على البحر. ليه بيجي هو وعياله وربعه وصدقان؟ حد يتغطط وحد يلعب وحد من يلغ وحد يناقز وحد ما ادري شو وحد يغوص وحد يصرط وحد يلايم. لابستر سلط، لوبستر افوكادو مانجو سلط. لابستر شو؟ وخيبه عم طواله سويت قصيده. لوبستر وذ افوكادو اند مانجو سلط. هي علي قاله. وهذا النغر كلاماري. هي السلام عليكم. هاي هاو ار يو شيف؟ ام اوكي. هاو ار يو فروم جورجيا؟ يا فروم. ثانك يو فور ذا سلط ات واز هير وذ ذا بينك صوص. يا والله يا ابوكم علي ابوها اللي توى الصوص مال هالوردي. وات ذا نيم فور ذا صوص؟ موتسوي سلط. نعم موتسوي سلط. موتسوي سلط فروم يور جورجيا. جورجيا سلط. يا يو نو تو ماني ماني فروم امارات ان جورجيا ناو دي ميك تو ماني بيلدينج تو ماني ريستورانت. يا والله فروم اعمار. محمد العبار جو ذير عند معازيم قالوا له سو تو ماني ثينكس ذير. والله and والله انت ناو وات ار يو جوينغ تو تيك ميك فور اس فود؟ فور سيباس. ايه تشيليان سيباس. ايه نورفيجيا سالمون. نعم. اند الياسكان كينج كراب. نعم. اند وان Japanese Wagyu. Hey. Beef tenderloin. Yeah, Japanese Wagyu. Very good. Yeah, it's, I make it four times juice and asparagus and new potatoes. I barakallah beef. Yeah. Thank you. Thank you so you much. You know Asad? Asad. His name's Asad. From Pakistan. He like meat. Hey, wallah. Thank you so much. And my brother, his name is Salah. Salah. Hey, he's in Dammam. And he will come, inshallah, next week. Okay. Nice to meet you. Nice to thank meet you, chef. Thanks. What's your name? Huh? What's your name? 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 What's your فلاح؟ وانت؟ عبود. منو؟ عبود. والله والنعم عبيدان. والله مرحبا بعبود. المطعم هذا تغدينا نحب فيه اكلهم فوق عن الزين. تقول ما حد قالكم اكلهم زين فوق عن الزين. اي حد بيجي ابو ظبي ويبقى غداء في خير ولا عشاء يجي عندهم هالمطعم. عالم عيونه كل اكله طيب. كل بين كل طاولة وطاولة أظني ثلاثة أربعة أمتار مترين وثلاثة. وهذا ها البحر ما حتى الشباري اللي في البحر اللي على البحر ها كل واحدة بصير يومين عن الثاني تعرّاهم متناغمين. هي والله مطعم وايد زين أكله. لا تقولوا ما حد قال لكم. هذا طارت عمر ستروبري ميلفي وهذا التشيز كيك مالهم. شو اسمك أنت؟ وأنا علاء الدين. طعم عمر أهلا وسهلا فيك. حياك الله. هذه طاولتي وين كنت انا جالس وياتنا ابوي دعوه ياتنا دعوه من شخص متابع جميل على البحر. قالوا لنا ابوي انيبه ولا انت بتسير له؟ قلت له ابوي بسير له واسمه ابو هنيدي السيافي. سيف اسمه؟ سيف اسمه؟ سيف الرميس. اسمه سيف السيافي. نحن الحين سايرين حق سيف شويه فتش بيني وبينه مستعير شوي لكن ضروري اسير له. ضروري ضروري يقولون متابع قوي. سيفان وينه؟ سيفان ياكل لحم الخرفان. نوصلك ابوي لو ان شاء الله وين تكون. سلام عليكم. شاك حبيبي؟ الحمد لله. كيف انت؟ بخير انت؟ بخير. حبيبي السياف ما شاء الله عليك. يا الله يا رب انك تعافي وتعفو عني يا ربي. بخير حبيبي؟
تسبح ولا لا؟ ليش؟ عشان ريولك بخير وان شاء الله. بسم الله عليك، ما علي ما عليها شر ريولك حبيبي، ريولك حبه يومين بتغني بخير زين. بسم الله عليك، وين جبتها زين؟ منو شابه، ابوك ولا امك؟ امي. لا ابوي شابه ابوك، امك ودها لو هالنمونه. بسم الله عليك الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك يا حبيبي. يقولون جيرمن سكول، قول لي اي شيء بالالماني. ايش لي بدش بعد Sag mal, stell dich mal vor auf Deutsch. Sag mal, wer du bist und welche Schule und so. Sag mal. Ich bin Saif. Deine Vornamen. Mihai. Sag, sind Vornamen. Hi, Mudarris Malakum. La. Ha, Shuayel. Wer bin ich? Hada Mudarris. Habibi. Nasser, Nasser. Tahrani ma bayik? Bayik, lo amshi. على يدي أيك ونص حبيبي، تفنال تابعني ليش ما ييك أيك ونص شيء تبه؟ لا شكرا. يلا مع السلامة حبيبي، بسم الله عليك. يلا تعالوا توني عداني بعد، يلا يلا. وانت شو اسمك؟ أنا اسمي ناصر. والنعم والله مليار والنعم، والنعم مليار والنعم. أقولكم أنا حاليا أبعد من بوظبي نص ساعة، من بوظبي نص ساعة، ومن دبي ساعة ونص، ومن العين ساعة، ومن ليوة ساعتين ونص. وين مكاني الحالي؟ محمية الوثبة الرطبة، هذه محمية أصلها كلها صباخ مملحة من أول الشارع لين هاي الدنيا كلها مملحة، يجون الأول يقصونه الملح ويبيعونه ويتاجروبه هل البحر، هذه مملحة وعليها شيء مملحة غير يسموها مملحة الطيارة، هذه المملحة الثانية في شنتي أبو ظبي. حين ما أخبركم سنة 2018 تم إدراج هذه المحمية ضمن تحت القائمة الخضراء وحصلت جائزتين دوليات. شو السبب عادة نحصل جائزتين دوليات؟ حين ما أخبركم، أولا 4000 طير فنتير يوجد في شنتي هذه المحمية، محمية الوثبة اللي تشوفونها الرطبة، أكثر عن 4000 طائر فنتير. هذه معلومة. المعلومة الثانية اللي ما حد يعرفها أو مش موجودة إلا في هالمكان بقدرة غادر، أن الفنتير عادة من المتعارف عليه أنه له مكان يهاجر ويبيض، ما تشد باب في أي دولة في الخليج أو قرب الخليج، يصير بيض ما أدري وين، في كازاخستان، هندوراس، ما أدري وين، عبر آلاف الكيلومترات يطير. الحين تقريبا له 2011 وهو على بيض متواصل، كل سنة في هذا الموسم يفقس بيض، يبيض ويفقس في هذه المحمية، فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا كله أجر وثواب في ميزان حسنات حياة الشيخ زايد، لأنه اللي أصدر أمر بإقامة هذه المحمية، ومن ثم تم تسويرها وحطوا الموظفين عليها من هذاك الآن إلى الآن، قامت على أسس وعلى ترتيب وعلى نشاط وعلى إحياء وإكثار الأشجار اللي هي للحفاظ على البيئة اللي أنتم تشوفها، إلى أن أصبحت على ما تشوفون بلاد من كبرها. وحين بنسير جهة ثانية بنصور لكم الطيور. محمد الدرعي، سلام عليك. عليك السلام ورحمة الله. حالك؟ بنعمة. كيف أنت؟ الحال. يا مرحبا. وجاسم لومك والله طيب محمد. يا مرحبا. شو الحين القوانين اللي عندكم؟ القوانين طال عمرك هذه قواعد شروف نخبر فيها الزوار طال عمرك في الأشياء الممنوعة عندنا والمسموحة، مثل عدم إشعال النار، ما يطعمون الحيوانات، عدم قطع النباتات، الضوضاء أهم شيء، الضوضاء والنفايات، نحافظ على المكان نظيف. والعرب تصير وتي كيف الحين؟ ليون عمرك عندنا مسارين للمشي، هني هبة تون مسارات، نعم، مسار كيلو ونص ومسار 3 كيلو، نعم، يمشون فيها عندنا، بس التنقلات مشي ما في أي تنقلات بالسيارات وغير. نعم، مكان جميل وبتشوفون إن شاء الله. أوقات الزيارة متى؟ أوقات زيارة أبو محمد عندنا من 3 لين السبت، من الساعة 8 لين الساعة 6، اخر دخول للمحمية يكون ان شاء الله الساعة 4 العصر ان شاء الله، من عقب الساعة 4 الموجود عندنا لين الساعة 6 يكون موجود في المحمية. زين، وهاي المسارات هذا واحد طالت اعماركم بداية المسار، واحد 3 كيلو والثاني كيلو ونص، هذا مسار الفنتير.
والضب هذا الحمر، والثاني يوديك مخبأ المراقبة، الطيور، نقطة استراحة، حشائش، القصب، مسار الفنتير، يعني واضح كله واضح. لكن ممنوع أبوي حدي إلا اللي فيه هبة يمشي ويكد عمره زين، ولا أبوي سيائر أبو سيائر كل هذا ممنوع، ممنوع منع بات. نحن الحين بنزيل بولين هناك ونصور مساحة المحمية. طالت أولا ليش سموها محمية؟ يوم تشوفون أماكن وايد مكتوب عليها محمية 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 محمية، طالت أماكن تتم محمية لين تكتمل مثل هذه، من يخطف عليها وقت من الدهر فتحوها للناس. مثل هذه الحين مفتوحة أكثر من كملها من 6 سنين فتحوا المحمية هذه. الأول أنت ما تروم تصير المحمية لجل في قيد التطوير، قيد التطوير حاليا تم محمية مدة كذا سنة لين تنضج وتكون مؤهلة للزيارة. هذا تشوفونه يسمون ممر القصب، هذا ممر القصب في نص المحمية هذه للزوار، والناس وايد هتي تعنا مخصوص حق ممر القصب هذا. هذا الممر سبحان رب اللي هيئ له الطبيعة هذه لأنه يكون بهالطريقة، جميل شكل جميل ومميز وفنان. أدعو الكثير منكم أن كلكم تعالوا طالعوا طمشوا ممر القصب هذي اللي تشوفونه طوله ما يقارب 300 متر إلى 400 متر، يعني تقريبا نص كيلو قاصر شيء بسيط. ممر القصب هذا بارد قيض وشتاء، الحين الدنيا أنا الإحساس اللي عندي برودة براد، المكان بارد، لكن يقولك حتى في القيض. شو السبب؟ شوفوا شوفوا ها، هاي كلها يدرات يدرات من القصب. ها شوفوا قدرة قادر، سبحانك يا رب سبحانك معظم شانك، لا إله إلا الله، جلت قدرتك يا رب العالمين، سبحانك يا رب. وانت ساير ها اسمع خرير الماء، ترى هذا أبو يبع تدرون نص ساعة من بضبي، نص ساعة من داخل المدينة روحها من عين الماء، نص ساعة يظهرك على هالمكان الفنان، تروم تجلس فيه يوم كامل من تصبح لين تمسي، من تصبح لين تمسي، مكان تتجول طوله وعرضه 5 كيلومتر، 5 كيلومتر بين قصاب وبين جو وبين براد وبين طبيعة وبين في بلادك، ما في مكان بعيد في بلادك، ما تصير شرق وغرب. الناس تتعنى آخر الدنيا لجل يحطون في مثل هالمحميات الطبيعية، ونحن اللهم لك الحمد الله منعم علينا في هالدار، البراد وعدنا والجو الجميل وعدنا والشوارع وطايحة والأمن والأمان موجود، ودقة رزق بلاش بلاش شيء، ما حد حد ما يبي شيء مال بلاش، تحدوني أنا أكثر واحد يعيب شيء مال بلاش. ما عليكم، المطلوب منكم فقط شيء واحد موصي عليه ديننا الحنيف، النظافة، تحافظون على نظافة المكان اللي أنتوا فيه، وما شيء غيم ولا زعيج، لأن أبوي طيور، هذه الطيور ما بتفلخ بتفلخونها بتهاجر بتهي، محافظين عليها من عشرات السنين ما يبون حد يغثن، بتون تتباغمون ويا عيالكم وحمد سعود سلم ما أدري من حق شو عاد، تموا مكانكم. اللي بي بيرس يباغم لي بي بيمشي زين ما زين بي 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 بيمشي ويعد خطاه مرحب وسهلا، بي باغم ويزعج لي ولا يتعنى بيخيس البقعة، بحافظين عليها من عشرات السنين. البرنس تشارلز يوم كان أمير لويلز هو لي وأمر في إقامة هذا الكوخ لمراقبة الفنتير الفلامنكو والكائنات الحية يعني في هالمكان، وهني روحه موقع لوحة كما كبرها ركبنا في طالة عماركم له أكثر من 11 سنة، هذا موجود في هالمكان في هالمكان، وهذا عديد وغراضه 11 سنة ريال. شو جنسيته؟ من إيرلندا، شغلته فقط يراقب الطيور. ها كني أنا خربت علي ياسي بيصور الطير هذا ما يستبربر معالي رأسه، فقير استنى عزم يوم يومي في ديه أساس إني أسير، وأنا شو أسوي عاده بغيت أصوره شو أسوي؟ بغيت أخبركم عن المعلومة، 11 كم سنة بالله عليه؟ 11 سنة هو يارس في هالمحمية، 11 بس يراقب الطيور، ما شيء مهره عنده من يصبح لين يمسي، وين يشرب وين يرقد وين عايش الله أعلم به. شوف شوف يميع البط هني بط، هاي الطيار شوفوا مكتره آلاف مؤلفة، الطيور أعدادها كثيرة لا تعد ولا تحصى، اللي سجلن 262 نوع من الطيور اللي سجلن موجودات
How are you? How are you? How are you, my brother? Good? I'm very good. Hey, my name is Khalid. I'm Oscar. Nice to meet you. Nice to meet you too. Halil. You must. I am taking some video for Snapchat. Okay. Hey. فاتهم اللي راهبون الطيور يكونون ويتر عنيفين. خطر عليه يكرخ معالي راسك بقب والسب شو اذا انك انت جيت قرب عش هو جالس يتختل يبا يشوفه متى باض ومتى فقس وناصب مليون كاميرا اتي انت وتبغى معالي راسه يعني شو بيكون وضعه؟ بيكون وضعه غريب الاطوار. لك الحمد لله رب العالمين. على فكره نحن ابوي استغلينا هاي السياره صغيرونه البقي اسب ان نلحق الوقت قبل نصور لكم قبل ما تغطى الشمس. يلا مرات جميلة جميلة شيء منها مغلق وتمشي بين القصب هذا وشيء من على ما تشوفون تخط بين السياير والقروبات السياحية. مكان جميل يستاهل العنوة. محمية الوثبة الرطبة مسجلة ومحطوطة اسمها في كل مكان بس تخبروا عنها وانتم تعرفون. بحاول أحط لكم عنوانها. الزوار التي تقول نحن ما وحالنا نشوف هي ما بتشوف إذا أنك بتي تبى تشوف الدنيا كلها بلحظه واحده. الحين هذا شو الحين طلعيك هاي كلها مكان تقدر تشوف فيه الطيور. الحين نحن يوم خطفنا عالي الشارع هذاك نحن هذاك طريقنا يومينا هناك الشارع. شوف الفنتير وين بتيام هناك اكثر عن 3000 4000 طير هناك قرب شوفوا هناك. يلا يلا يبين زين. هذا كان من ساعه هني يوم وصلنا شطارن عنا ما وحالنا نصورهن. لكن ان شاء الله اللي بنكم بي خلاف يقدر يصور وبسهولة انك تدخل هالمكان وما شيء ما شيء لا رسوم ولا شيء. تبتي بتنبسط بتستانس دنيا ريخة. ها هذا كله ترى هو ظبي نص ساعة فقط نص ساعة والجو برود ياخذ العقل ياخذ قيض ولشته كله برات ترى عندهم لان بين القصب والدنيا كلها رطوبة اسمها محمية الوثب الرطبة. شوف ها من سمع حسنة طارا يفلن شوفون هالطيور شوفون طارا حينه شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله ما شاء الله هالفنتير من عندنا نحب وين نحن ما يبينن الحين طارا هناك حليلهن حليلهن مروا نشوفهن مروا نشوف مروا ما يبين ها كلوين شوف المنظر شوف المنظر شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله منظر ياخذ العقل. سبحانك يا رب. صابر يعلم الغايب من شهر 4 لين شهر 11 من شهر 4 لين شهر 11 المحمية مقلقة كاملة. شو السبب؟ وقت تكاثر الطيور وقت تكاثر الطيور. الفنتير الفنتير الله يحفظكم وين يبيض؟ بلاده الأصلية شوفوا ما يبيض إلا في وين؟ في كازاخستان. شفتوا وين كازاخستان؟ وين بيصبي عيال هناك يصير يبيض. ويوم عرف هالبقعة سبحان الله أكثر عن 4000 طير يبيض. شفتوا الماحين هاللي تشوفونه كله هالبحر هذا ترى وقت شهر 4 وشهر 5 يخف المنسوب يظهر العشوش ويبيض فيهن العشوش شرات الطين بعيش عش الفنتير قدرة قادر وي ويعجل استوى له سوت البقعة شرات بقعته اللي في كازاخستان. أنت في وين؟ في كنت هيئة البيئة مشكورين جزاهم الله خير محافظين على الهدوء والمكان الجميل ومهيئين هنا المكان. فودروا أبوي بلادهم كازاخستان وباضوا أبوي في الوثب في المحمية الرطبة وحين نسوا بلادهم فقارة يعني نسوا بلادهم. حين الأول يعرفون بلادهم لو حد بيقول أنت أصلك من وين بيقول أصلي بالبقعة الفلانية كأبوي هاي أصلك من وين قال أنا أبوي نحمل وثبة نحمل وثبة ما أمك أبوي اللي مربتنك هب امك ابوي لحام تبك ها امك لي ربك هاي الساهي هاي امك ولا هيج هيج حملت وعقك ما درت بك ليه خليت عبت عليك بنو ابو ظبي الوثب. بارك الله فيك يا الفناتير. هذاك وين الممشى البدايه وين تونا وقفنا سيايرنا
وين الطريق هذا؟ ها 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 اللي يمشوا العرب ها وصلوا هني عيزوا هذا، هذه استراحة لهم والعيالهم واللي بيون يستريحون عينون راح يرساوا لأن الظليل والدنيا راحة وشراقة ورقم واحد والناس مبسوطة معينه من الأخير يجلسون يتفرجوا. اللي بيضكب ويا البحر هناك من القرب يسير، واللي بيتم من بعيد يتم مكانه، والدنيا بخير الحمد لله. شو الفنتير في كل مكان، وين ما تسيرون الفنتير موجود معيل وبيض والحمد لله. بندر بندر بوظبي بندر من استوت ذرى ذرى المضيوم ذرى 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 المضيوم بوظبي وين ما تسير إماراتنا الحبيبة بندر. معتوبة لي يقول لك ذرى المضيوم يطرون بوظبي إماراتنا الحبيبة هي بوية دار اللي ما عنده دار، اللي ما عنده دار وكفخته الدنيا شرق وغرب استقراره في هالدار، فات حبيبانها للناس وين ما كانوا. والله ومليون مرحبا من سرتوا لينيتوا ليواد بندر في وسط غبة ولا النذل لا يدري ولا ينتذرابه. ما تروم تتذراب بالنذل، النذل ما تتذرابه، لكن ليواد بندر في وسط غبة هذه إماراتنا، إماراتنا الحبيبة بندر وملفة ترحب بالساير والياي وتلف الأولي والتالي، تلف الأولي والتالي. وذرى المضيوم، ذرى المضيوم ليشكي من ليعات الزمان، يمليح وعين خير وقيل واستراح، حالة حالة قيلوا واستراحوا. خلوني ساكت عاد، يلا برايك بنام في الليل.